شباب كتير جدا من اسكندريه من اي حازم صلاح ابو اسماعيل، معانا ناس مسيحيين، معانا ناس ليبراليين، معانا كل اطياف الشعب. بنوصل رساله للجميع ان حازم صلاح ابو اسماعيل ده بتاع كل المصريين، مش بتاع فئه معينه. احنا معاه عشان هنحيا كراما. الراجل ده ما بيميعش، الراجل ده شايف طريقه صحيح، الراجل ده شايف اسلامه صحيح، شايف وجهه نظر اقتصاديه سياسيه علميه كلها صحيحه. انا عضو في حزب المصريين الاحرار، وبدعم الشيخ حازم وبنتخبه، مش عشان هو بدأ ولا عشان هو بجلبية. الشيخ حازم راجل مقدم مشروع جديد وبيعبر عن رؤية كبيرة. هو بيقول سنحيا كراما، دي رؤيته ورسالته دولة محترمة وشعب مصون. يعني مش هينفع نكون شعب دولة محترمة وشعب مصون وهيبقى فيه فقير او هيبقى فيه شحات.